إلى موجز أخبار الآن. شنت قوات الأسد هجوماً على قرية الهاشمية ومدينة الرستن وقريتي كفرلاها وكيسين بريف حمص الشمالي، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة عدد آخر بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن قوات الأسد قصفت أيضاً مناطق بدرعة ودير الزور، في حين تواصلت المعارك بين فصائل المعارضة وقوات الأسد بدمشق وريفها، تمكنت خلالها المعارضة من صد هجوم لقوات الأسد والسيطرة على تلة الربع في الغوطة الغربية. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية في بيان لها استهداف اجتماع وصفته بأنه مهم لقيادات تنظيم داعش بغارة جوية في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار. وبحسب البيان، فإن الاجتماع كان تخطيطاً لتنفيذ هجمات متعددة خلال شهر رمضان المقبل. وأضاف البيان أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من داعش وبعض الجرحى، إضافة إلى تدمير مستودعات للأسلحة والصواريخ. أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولاً بالقرب من منطقة كوسونغ على ساحلها الغربي. وقال مسؤول عسكري من كوريا الجنوبية أن الصاروخ الكوري الشمالي انطلق لمسافة 700 كيلومتر تقريباً وسقط في بحر اليابان، مضيفاً أن طبيعة القذيفة ليست واضحة على الفور، فيما ذكرت وكالة أنباء يونهاب أن المقذوف الذي تم إطلاقه وصاروخ باليستي على الأرجح. تشهد فرنسا اليوم الأحد عملية تسلم وتسليم السلطة بين الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند ورئيس المنتخب إيمانويل ماكرون في مراسم تعتبر مهمة جدا في تقاليد الجمهورية الفرنسية، وغالبا ما يليها في اليوم نفسه تعيين رئيس الوزراء. كما سيقوم ماكرون، والذي سيصبح ثامن رئيس للجمهورية ابتداء من الاثنين، برحلته الأولى إلى الخارج للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء خروج قطار ركاب آت من أثينا عن سكته واصطدامه بمنزل قرب سالونيكي في شمال اليونان، بحسب ما أعلنت شركة النقل الحديدي اليونانية ترينوز. وقالت الشركة في بيان إن أعداد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى في حالة خطرة. وقالت الشركة في بيان إن سائق القطار في عداد الجرحى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.